للدرس السابق سوف نبحث في مفهوم التعبير عن التغير الطردي، التعبير عن التغير الطردي. كيف أنا أعبر عن التغير الطردي لمقدارين؟ إذا كان لدي X و Y مقدارين في تغير طردي، X و Y مقدارين في تغير طردي، عندئذ نعبر عن التغير الطردي لجميع قيم المقدارين X و Y الممثلين على شكل ثنائيات X و Y بالتناسب التالي: Y1 على X1 تساوي Y2 على X2 تساوي Y3 على X3 وهكذا. ما معنى هذا الكلام؟ طلابنا، إذا كان لدي المقدارين X و Y في تغير طردي، المقدار X يأخذ قيم، بالمقابل المقدار Y يأخذ قيم، كل قيمة لX يقابلها قيمة لY وبالعكس. لما X أخذت قيمة X1 الY تأخذ قيمة Y1، لما X تأخذ قيمة X2 Y تأخذ قيمة Y2، لما X تأخذ قيمة X3 Y تأخذ قيمة Y3. لذلك نعبر عن قيم المقدارين X و Y المعبرين عن تغيرا طرديا على شكل ثنائيات X و Y، نعبر عن التغير الطردي لقيمهما بالتناسب التالي: Y1 على X1 تساوي Y2 على X2 تساوي Y3 على X3 وهكذا. كل قيمة لX يقابلها قيمة لY. قيم X هي X1 X2 X3 وهكذا، قيم Y Y1 Y2 Y3 وهكذا. نعبر عن التغير الطردي لقيم X و Y الموضوعة أو الموجودة على شكل ثنائيات X فاصل Y، نعبر عن التغير الطردي بهذا التناسب، حيث أن النسبة Y على X تكون ثابتة. يعني Y1 على X1 تساوي Y2 على X2 تساوي Y3 على X3 وهكذا، جميع هذه النسب متساوية وتساوي الثابت K، أي يجب أن تكون النسبة Y على X ثابتة لكل زوج مرتب. يعني من أجل X1 نحصل على Y1، من أجل X2 نحصل على Y2، من أجل X3 نحصل على Y3، وذلك يتحقق أن الـ Y1 على X1 تساوي Y2 على X2 تساوي Y3 على X3، والكل بيساوي المقدار K. خلاصة الكلام، المقدارين X و Y، X لها قيم و Y لها قيم، كل قيمة لـ X يقابلها قيمة لـ Y، نعبر عن التغير الطردي لهما بهذا التناسب، أو حتى تشكلان تغيرا طرديا يجب أن يتحقق: Y1 على X1 تساوي Y2 على X2 تساوي Y3 على X3 وهكذا. جميع هذه النسب أو النسبة Y على X تكون ثابتة، جميع هذه النسب متساوية من أجل كل زوج مرتب X فاصل Y، من أجل كل قيمة لX وما يقابلها من Y، المقدار Y على X ثابت. إذا قال لي بيّن أي من الجدولين التاليين تكون فيه Y تتغير طردياً مع X، أنا لدي مقدارين X و Y، Y في تغير طردي و X في تغيراً طردياً. نعم، يقول السؤال بيّن أي من الجدولين التاليين تكون Y تتغير طردياً مع X. لاحظ الجدول الأول جدول ألف، رمز له بالرمز ألف، هذا X وهذه Y، X يأخذ القيم ناقص 3 واحد وأربعة، Y تأخذ القيمة 2.5 أو عفوا 2.25، يعني Y تأخذ 2.25 لما X تساوي ناقص 3، لما X تساوي الواحد Y تأخذ القيمة ناقص 75%، لما X تساوي الأربعة Y تأخذ القيمة ناقص 3. لدي الثنائيات ناقص 3.25، 1.75%، 4.3. الجدول B، لاحظ إلى الجدول بي، لاحظ X و Y، X قيمه 2.4.6، الY ناقص 1.1.3، يعني أحصل على الثنائي 2.1، يعني Y تأخذ القيمة ناقص 1 لما X تأخذ القيمة 2، Y تأخذ القيمة 1 لما X تأخذ القيمة 4، Y تأخذ 3 لما X تأخذ 6.
أي من الجدولين التاليين تكون واي تتغير طرديا مع إكس، أو بصيغة أخرى أي من الجدولين التاليين يعبر عن تغير طردي، أو أي من الجدولين التاليين يمثل تغيرا طرديا. أريد الإجابة طلابنا، متى الجدول ألف يشكل تغيرا طرديا؟ إذا كانت النسبة، أي نسبة؟ أريد الإجابة. أستاذ، نعم أسمعك أستاذ. إذا كانت النسبة نسبة y على x ثابتة. أحسنت، ممتاز. إذن يكون الجدول في تغير طردي إذا كانت النسبة y على x تساوي ثابت، يعني لازم يكون على سبيل المثال في الجدول ألف يتحقق 2.25 على ناقص 3 يساوي ناقص 75% على 1، والتي تساوي ناقص 3 على 4. بالمقابل في ب، حتى يكون هالجدول تغير طردي يجب أن يكون الناقص 1 على 2 يساوي 1 على 4 يساوي 3 على 60. إذن الحل مثل ما قال زميلنا، في الواقع يعبر الجدول عن تغير طردي إذا كانت النسبة y على x ثابتة لجميع قيم y وما يقابلها قيم x. إذن يعبر الجدول عن تغير طردي إذا كانت النسبة y على x ثابتة لجميع قيم y وما يقابلها قيم لx. لذلك في الجدول ألف لازم يتحقق أنه 2.25 على ناقص 3 بتساوي ناقص 75% على 1 تساوي ناقص 3 على 4. انظر، إذن الجدول ألف يعبر عن تغير طردي يجب أن تتحقق المساواة، 2.25 على ناقص 3 تساوي ناقص 75% على 1 وتساوي ناقص 3 على 4. كل نسبة بنحسبها على حدة. كيف أحسب النسبة؟ أقسم البسط على المقام، إشارة التقسيم العمودي اللي نحن بنعرفه. بنجي للنسبة الأولى، 2.25 على ناقص 3، طبعا الموجب على السالب سالب، حطيت السالب وبقسمهم قسمي عمودي، 2.25 على 3، نعم قسمي عمودي، بحرك الفاصل منزلتين بحط 3 صفرين، بحط صفر في الناتج فاصلي وبضيف له 3 صفر، نعم، واكمل عمليه القسمي. باجراء القسمي العمودي احصل على ان 2.25 على ناقص 3 تساوي ناقص 75%. النسبه الثانيه، ناقص 0.75 على 1 تساوي ناقص 0.75. لاحظ النسبة الأولى ساوت النسبة الثانية. لنرى النسبة الثالثة، ناقص 3 على 4، ناقص 3 على 4، الموجب على السالب على الموجب سالب، بقسم 3 على 4 قسمي العمودي اللي أنا بعرفها، يعني 3 تقسيم 4، ما بنحط صفر في الناتج فاصلي وبحط للصفر لـ3 صفر وأتابع عملية القسم العمودي، أحصل 75. أرى أن النسبة الأولى تساوي النسبة الثانية تساوي النسبة الثالثة، نجد أن النسبة y على x ثابتة لجميع قيم y وما يقابلها من x. إذن أجد أن النسبة y على x ثابتة لجميع قيم y وما يقابلها من x، فالجدول ألف يمثل أو يعبر عن تغير طردي، حيث أن ثابت التغير كم يساوي؟ أريد الإجابة طلابنا، ثابت التغير كم يساوي؟ ناقص 0.75. أحسنتي، إذن ثابت التغير هو ناقص 0.75. الجدول بي، طبعا في الجدول بي يجب أن يتحقق أيضا أن النسبة y على x تساوي الثابت من أجل جميع قيم y وما يقابلها من x، أي يجب أن يتحقق ناقص 1 على 2 تساوي 1 على 4 تساوي 3 على 6. بطريقة مشابهة لطريقة المثال السابق، أحسب كل نسبة على حدة وذلك بقسمة البسط على المقام. لدي النسبة ناقص 1 على 2، طبعا السالب على الموجب سالب، 1 تقسيم 2 بقسمها بالقسم العمودي، الواحد ما بتقسم 2، بحط بالناتج 0 فاصلي وبضيف للواحد 0،
يصير عندي 10 تقسيم 2 5، 5 ب 2 10 طلع معي 5 بالعشرة مسبوقة بإشارة سالب، يعني ناقص 5 بالعشرة. أيضا أحسب النسبة 1 على 4 بنفس الطريقة أو بطريقة مشابهة لحساب النسبة ناقص 1 على 2، يعني أقسم البسط على المقام بالقسم العمودي أحصل على 25%. هون أنا بوقف، ما ببحث في النسبة الثالثة قديش بتساوي. لماذا؟ لأن النسبة الأولى لا تساوي النسبة الثانية، يعني الواي على إكس ليست ثابتة، واي على إكس تتغير بين نسبة وأخرى، يجب أن تكون جميع النسب متساوي. لذلك الناقص واحد على اثنين لا تساوي الواحد على أربعة، وبالتالي واي على إكس ليست ثابتة، فالجدول بي لا يمثل تغيرا طرديا، وبالتالي الجدول بي لا يمثل تغيرا طرديا، لا يوجد ثابت تغير في الجدول بي. حتى الجدول يمثل تغير طردي يجب أن تكون النسبة واي على إكس ثابتة من أجل جميع قيم الوايات وما يقابلها من الإكس. في حال الجدول ما مثل تغير طردي، لا يوجد ثابت تغير أو لا يوجد معامل تغير.